مباشرة من النجف الأشرف ينضم إلينا رئيس اللجنة القانونية النيابية السيد محمد عنوز. أهلا بك سيد محمد. نسمع عن تصريحات للطعن بقانون الدعم الطارئ، ما إمكانية ذلك والمالية النيابية استبعدت ذلك؟ تفضل. بالنسبة لموضوع الطعن لأي قانون، هذا حق مكفول للنواب وللمواطنين ولأي جهة حكومية معينة، وهذا الحق يفترض أن يتوافر على وجود خصومة ومصلحة في عملية الاعتراض. فالأصوات التي تدعي بأنها ستطعن، ما هي خصومتها مع قانون يلبي حاجات المواطنين ويتحدث عن ظروف قاهرة تمر في البلد مع غياب الموازنة السنوية الاعتيادية؟ فبالتالي الحاجة الفعلية والشروط المتوافرة في دستورية هذا القانون باعتباره مقترح من اللجنة المالية ومر بالسياقات الدستورية عبر اللجنة القانونية وصوت عليه أغلبية النواب، فهو تشريع سليم، ولكن من يتوجه إلى الطعن فيه يجب أن يتوافر على خصومه، وخصومة هذا القانون إن توفرت فلا تتوفر إلا لدى الحكومة أي السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية قد أعطت جوابا في داخل الجلسة الأولى عند القراءة الأولى عندما سئل ممثل الحكومة بأن لا اعتراض لديهم على القانون. فبالتالي النائب أو المواطن أو السياسي الذي يطعن لا يحق له ذلك، لأنه لا خصومة له إلا لغرض سياسي، وبغياب الموازنة معناها يريد أن يكون الشعب جائعا تحت سقف الدستور كما يدعون، علما أن النظام النيابي والدستوري في العراق لا ضرورة لوجوده إلا لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم. فماذا يعني الطعن في عملية تصويت أغلبية المشرعين؟ نعم. مجلس النواب بعضوية مختلف الكتل السياسية ولهذه الضرورات التي احتكم إليها، وهي وجود وفرة مالية تقدم لمعالجة الأزمات والمشاكل التي سببتها الأوضاع الدولية والإقليمية، إضافة لعدم تشكيل حكومة. فمن يريد أن يطعن يفترض أن يطعن بعدم تشكيل الحكومة لمدة تجاوزت 6 أشهر، ومن يريد أن يطعن يطعن لماذا لم تلتزم القوى السياسية في عملية تنفيذ فقرات الدستور في مجالات أخرى كي نلبي حاجات المواطنين، وليس أن نلبي حاجات المواطنين ويطعن في مثل هذا. طيب القانون. سيد محمد، لكن هناك نواب لوحوا بالطعن، المعنى يعني ذلك أنهم لم يستطيعوا الطعن بالقانون نهائيا؟ سيقدمون الناحية الشكلية من حقه يقدم الطعن، ولكن حسب تقديرنا بأنه لا خصومة للنائب أزاء هذا القانون. هل يريد أن يترك المجتمع بلا موازنة وبلا دعم طارئ؟ فما هي خصومته؟ التجاوز الذي حصل إن كان هنالك تجاوز أو خرق فهو صلاحيات الحكومة الاتحادية، أنها كان عليها أن تقدم موازنة ولكنها لم تقدم. طيب. وهي حكومة تصريف أعمال، وتحول هذا الموضوع إلى مقترح من قبل اللجنة المالية، وهذا سند دستوري من حق اللجان أو 10 نواب أن يقدموا مقترحا قانون، وإذا به جنبة مالية كما يدعون وهو هذا فعلا هنالك جنبة مالية، فالحكومة هي التي تعترض وليس شخص. نعم. آخر. طيب سيد محمد، ماذا عن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال؟ هناك دعوات جادة لطرحه للمناقشة؟ نعم، الأمر مطروح في لجنة العمل والخدمات، وأيضا مطروح في اللجنة القانونية، لأنه ليس فقط الضمان والتقاعد للعمال، وإنما حتى قانون التقاعد هناك توجه لتعديله بما يخدم المتقاعدين، وهناك قانون لتعويض المتضررين من الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية، ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار إضافة وهذا التعديل حقوق الشهداء والجرحى في التظاهرات التي حصلت منذ 2019 حتى يومنا هذا،
وهنالك كثير من الاهتمامات لدى نواب مجلس النواب الأعضاء، قصدي هناك تعديلات جادة لتحسين التشريع وترصينه وشمول الذين يحتاجون دعما تشريعيا. نعم. في هذا المجال. طيب، كذلك نواب لجنة الأمن والدفاع تحدثت عن جدية في إكمال قانون التجنيد الإلزامي، هل وصلكم مقترح أو أي شيء من هذا القبيل؟ هذا المقترح وفي دورة سابقة ولحد الآن لم يحرك، بقدر ما هنالك محاولة أن تبدأ لجنة الأمن والدفاع في تقديمه. إذا وصل إلى اللجنة القانونية سيتخذ السياقات المعروفة وفق النظام الداخلي في المادة 112 في المادة 122، وهذا هو السياق الذي اتبع في قانوني حظر التطبيع أو تجريم التطبيع وأيضا الأمن الغذائي. طيب، اليوم البرلمان دخل في أول أيام العطلة التشريعية وفق النظام الداخلي، هل يستطيع البرلمان من عقد جلسة طارئة خلال العطلة إذا ما كان هناك اتفاق على تشكيل الحكومة؟ نعم، للرئاسة حق بالدعوة أو أيضا لعدد من النواب أن يدعون لجلسة طارئة إن كان هنالك رأيا بهذا الاتجاه. نعم، رئيس اللجنة القانونية النيابية سيد محمد عنوز، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.